كل المطلوب من الدوله في مصر حاجتين بساط جدا، ضمان استقلاليه الحركه التعاونيه، وده الدستور 2014 بينص على كده. صحيح. وبالتالي ترسانه القوانين القديمه المقيده للحركه التعاونيه اصبحت فعليا غير دستوريه بعد دستور 2014. انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ محمد، واقول للمشاهدين كمان، ان الكيان الصهيوني اللي سرق ارض فلسطين قام على التعاونيه، ده حقيقي، وكان بيقدم نفسه في العالم باعتباره نموذج نظام اشتراكي وتعاوني. الكيبوتسات دي اللي هي بعد كده بقت هي اساس الاقتصاد الدولة الصهيونية، بل واساس كمان جيش الدفاع، لانه بيطلع، لان فيها وحدات دفاع، وحدات عسكرية. هو اصلا كان كله متعسكر كله على بعضه، يعني نظام حربي كله. دي تعاونيات، والحركة الصهيونية كانت بتقدم نفسها باعتبارها حركة من الحركات الاشتراكية. يعني ما فيش اشتراكية في الدنيا عنصرية واغتصابية زي ما بتعمل الحركة الصهيونية، لكن اقصد اقول انه ان احنا اولى بهذا النموذج من غيرنا. عايز اختم، لان فاضل قد ايه يا شباب؟ يعني بالتالي الوقت تآكل مننا تمام، فاضل دقيقة او اقل. اختم معاك بسؤال، باعتبارك ناشط عمليا، مش مجرد باحث نظري، ناشط عمليا في مجال التعاون، الـ 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 الاولويه تبقى لاي قطاع؟ الاولويه لقطاع الانتاج، لقطاع القطاعات الانتاج، سواء انتاج زراعي او الانتاج الزراعي او الانتاج الصناعي. والانتاج الصناعي الصغير، يعني انا بس كل بقول لحضرتك انه الدوله جنب ضمان الاستقلاليه تدعم انشاء شركات تعاونيه من الشباب، وتديهم نفس الامتيازات اللي بتديها لكبار رجال الاعمال، نفس فترات السماح ونفس الدعم، مش مطلوب منها اكتر من كده. وان الشباب ينشئوا شركات تعاونيه باعتبارها قطاع استثماري بس، الشباب ينشئوا شركات تعاونيه يديروها بشكل جماعي. احنا كمبادره مستعدين نساهم في فكره تدريبهم على الاداره الجماعيه وشكل الاداره الجماعيه، وانه الدوله تسمح لهم فقط بنفس المميزات اللي بيحصل عليها المستثمر. انا بقول لحضرتك انهم شباب مصر في الحاله دي هيقدموا اقتصاديا افضل كتير جدا من اللي قدموا المستثمرين لمصر، ان كانوا قدموا شيء، لانهم بالفعل احنا لدينا امكانيات، عندنا قطاعات حضرتك صناعيه صغيره ممكن بالفعل انقاذها والنهوض بيها في الحاله التعاونيه، زي انتاج. يعني اقول لحضرتك، يعني انا شخصيا بتضايق جدا لما انزل الاقصر عشان اشتري مج او اشتري هديه وانا من الفيوم اللي هي بلد منتج للفخار، فلاقي الهديه اللي من الاقصر مكتوب عليها ميد ان شاينا. طب يعني انا قادر على انتاج ده بشكل تعاوني حقيقي في مصر.